وصلت اليوم دفعة جديدة من السوريين المهجرين العائدين إلى منازلهم وقراهم في قريتي بيجن ومزرعتها بريف دمشق عبر مركز جديدة يابوس الحدودية، وذلك بعد استكمال الجهات المعنية لكل التحضيرات الضرورية لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب. لما دخلت العصابات المسلحة أجبرونا على التهجير، فنحن مو لاجئين يعني، نحن مهجرين، فصار لنا 5 سنين. بحب أشكر الجيش العربي السوري إن نحن رجعنا على سوريا الأسد، نحن زلنا أكثر لما طلعنا من بلدنا، فهلأ فرحانين ورجعنا لسوريا، رجعنا للأم، فما واحد بلا أم ما في يقعد يعني. أنا طلع عمره سنة واحدة، فدائما بيسألني وين بلدنا، فأنا قلت له بلدنا سوريا وأمنا سوريا وجيشنا الجيش العربي السوري، فهلأ هو فرحان وهذا علمه، كان يعمل العلم بلبنان بالمدرسة. تهجرت 5 سنين ونص بسبب الإرهابية اللي فاتوا وخرب البلد، طلعوا من حالنا فلينا، ما أنا أطفال فلنا أطفالنا، وهلأ الحمد لله صار في أمن وأمان، رجعنا على بلدنا وعلى وطننا وعلى حضن الوطن. والله يخلينا الجيش العربي السوري وسيادة الرئيس بشار الأسد اللي جانا على وطننا، والله يعني رايح أعمل من فرحي والحمد لله، لأن الوطن قتال. مبسوطين والحمد لله ومكيفين، راجعين على بيوتنا وراجعين على وطننا، والله يخلينا الرئيس والله يخلينا الجيش السوري. تفليت بالأساس لأجل الإرهابيين والحمد لله هلأ ما ظل، والجيش السوري بنتصر والحمد لله. بنشكر الدولة السورية وبنشكر الرئيس بشار الأسد على المجهود اللي عم يقدمه لنا، هلأ بدي أرجع كفي دراستي على أكيد. الحمد لله قلبنا ملان حب للوطن والحمد لله رجعنا، وإن شاء الله بتنذكر ما بتنعاد. إذا الله راد أنا كنت بالدراسة بدي أرجع أكفي دراستي، كأني خلقان جديد هلأ، واحد يجي على أرضه على وطنه على بلده، يعني لازم الواحد يرجع على بلده كيف ما كان بلدك ووطنك وأهلك وبلدك وبيتك. بالأخير الواحد بيشتاق لبلده لهوايات بلده لأرض بلده، أحلى من الغريب قد ما كان بضل واحد بلده، بكفي هون بضل مرفوع راسنا. محافظة ريف دمشق قامت بإنشاء نقطة طبية في المركز الحدودي لتقديم الخدمات الصحية للقادمين، إضافة إلى توفير سيارات تقدم الطعام والشراب لهم، ريثما يتم نقلهم عبر حافلات إلى منازلهم. نحن هم متواجدين بالكادر الطبي الموجود معنا مع الكلينيك المتعدد المتكاملة، السيارات كلياتها بنقوم بتقديم العلاجات لكل الناس القادمين إذا كان بحاجة لعلاج بدون خدمات طبية، والسيارة المتكاملة عندي فيها جميع أنواع الأدوية الموجودة، جميع حالات المرضى سواء عادية أو الإسعافية. أي إنسان بيجي أو أي بحاجة لتقديم استشارة أو أدوية أو أي شغلة نقدم لها بكل صدر رحب. جاي نقدم طبعا اسعاف نفسي اولي ودعم نفسي اجتماعي لاخوتنا السوريين المتواجدين حاليا، كانوا بالاراضي اللبنانيه وبديتوا ياتوا للاراضي السوريه. مجرد ما تقدم الاسعاف النفسي اولي منتقل للمرحله الثانيه هي دعم نفسي اجتماعي بكل الخدمات، بكل الخدمات من ادويه لاكل لغذاء لماء لاي شيء طبعا بطلب الاخوه المواطنين.